نحن مشوارنا رح يبلش هلا الصبح من فوق. يلا مشوار بالوادي عسكي، هلا الموسم ونحن بالارز. صباح الخير، نحن اليوم على مدرج جبران خليل جبران، اول بيست بلبنان انعمل، عملوه الجيش الفرنسي هوني، كان بعده تابع للجيش اللبناني. بالمبدا بالارز هن اعلى بونت، يعني نوصل على ال 2900. وصلنا هلا على اعلى نقطه واحد بيقدر يوصل لها، لانه بعد الاعلى مانا مفتوحه وفي شريط منه مقطوش. من فوق المنظر مسجد الخالق، بتشوفوا البحر، بتشوفوا الشكه،